كتاب كلام جرايد للشاعر أحمد فؤاد نجم. تقديم: على امتداد تاريخنا الطويل نشأت بين الشعب المصري وحكوماته المتعاقبة علاقة من نوع خاص، علاقة أساسها عدم الثقة واللؤم المتبادل، فالحكومة تعرف أنها لم تأتي إلى مقاعد السلطة عن طريق الحلال، ولذلك فهي تحمي نفسها ومواقعها بالطرق التي تراها مناسبة لظروفها، ولكنها وفي كل الظروف تزعم أنها تمثل الشعب تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا، ولا تترك مناسبة تمر دون أن تؤلف أرق قصائد الغزل في سواد عيون الشعب المصري الحبيب. ومن جهة أخرى يعرف الشعب أن هذه الحكومة أو تلك لا تمثل مصالحه الحياتية، ولكنها دائما في حالة حرب ضد هذه المصالح المتعارضة تماما مع مصالح مغتصب الحكم. والموروث الشعبي المصري زاخر بالمقولات والأمثال الشعبية التي تلخص علاقة الحاكم بالمحكوم على ضفتي النيل الخالد، وخد عندك اعمل أبعد إيه في الحكومة ولا توريها مش عارف إيه، والإيد اللي ما تقدرش على قطعها بوسها، وإن حكمك الند لطيعه وإن حكمته أدبه، وإن كان لك عند الكلب حاجة قول له يا سيدي، وإن كان دراعك عسكري اقطعه، ويا فرعون إيه فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يردني، وإن لقيت بلد بتعبد العجل حش ورميله، واللي اتجوز أمي أقول له يا عمي. نظام تلقيح يعني، واللي في القلب في القلب، وقد اكتسبت الحكومات المتعاقبة الخبرة في التعامل مع هذا الشعب اللبط اللي عارف إبليس بيخبي ابنه فين وبيستعبط وعامل نفسه مش فاهم حاجة. واوعى تصدق إن الحكومة مصدقة الشعب أو العكس، الاتنين فاهمين بعض كويس وهرشين بعض تمام التمام، بدليل ان اي ريح طيبة تأتي اخبارها من قصور الحكام المدججة يسميها الشعب المصري كلام جرايد، يعني اونطة لان الجرايد بتاعت الحكومة. لكن لما حصلت تجربة الدستور الناس صدقوها وأقبلوا عليها بشكل أفزع الحكام، مع أنهم يملكون كل أجهزة الإعلام الجبارة المرئية والمسموعة والمقروءة التي تسبح بحمدهم ليل نهار وتدعو لهم بطول المكوث على كراسي السلطة وقلوب الناس. وقد بلغ بهم الفزع مداه حين قاموا بإغلاق صحيفة الدستور ضاربين بمصداقيتهم الديمقراطية المزعومة عرض الحائط. يا صديق القارئ، مجموعة المقالات التي يحويها هذا الكتاب هي ما استطعت إنقاذه من الضياع، لأنني لا أحتفظ بأصول مقالات ضمن ما لا أحتفظ به من كل الأشياء، وإنني إذ أقدمها لك الآن من خلال قناة رف الكتب لأرجو أن تتقبلها بصدر الصديق وتقرأها بعين الإنصاف. أحمد فؤاد نجم. المقال الأول: إيه رأيك بقى، فهمت حاجة؟ يبدو والله أعلم بما في الصدور إن البلد دي انقسمت هبر هبر، وكل من هبر له هبرة نام عليها وشد اللحاف، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يقول له أمك في العيش ولا طارد. الكلام ده مش كلامي ولو إني موافق عليه وباصم بالعشر، إنما الكلام ده وصلني من ألف دال وميم يه، وهما شبان أصابتهما حرفة الشعر والعياذ بالله. والمناسبة السعيدة اللي جرجرت مثل هذا الكلام هي عملية الإحلال والتجديد اللي أجراها أخيرا الكوتش جابر عصفور في فريق الأمل المسمى مجازا بلجنة الشعر تبع المجلس الأعلى للثقافة. وأنا على الطلاق بالتلاتة شافعي وملكي وأبو حنيفة النعمان، ما أعرف إن البلد دي فيها مجلس أعلى للثقافة إلا ساعة تاريخ، ويمكن ده اللي كان مريحني شوية. لكن بعد ما عرفت أجارك الله دماغي زي ما تقول ضربت زي الراجل اللي جاب لمراته 2 كيلو لحمة تطبخهم وساعة العشاء حطت له الطبيخ قرديح. قال لها فين اللحمة يا ولي؟ قالت له اسكت مش القطة كلتها؟ قام الراجل ماسك القطة وحطها على الميزان طلعت 2 كيلو، قال لها طيب آدي اللحم فين القطة؟ واخد لي بالك يا عصفور فين القطة؟ المهم قال المدعو ألف دال دي مش لجنة يا ابو النجوم، دي جمعية. قلت له وكيف كان هذا يرحمك الله؟ قال لي تعرف شاعرة اسمها فاطمة أنديل؟ قلت له تقصد محمد أنديل؟ قال لي فاطمة أنديل. قلت له ما اكدبش عليك انا تخيلت بالاسم ده لكن ما قريتش الشعر، هي لها شعر؟ قال لي صدر لها ديوان ملوش علاقة بالشعر. قلت له اسمه ايه؟ قال لي صمت قطنة مبللة. انجليزي ده يا الف دال؟ قال لي ولا عربي.
قلت له ما علينا، مالها فاطمة قنديل؟ قال لي ما هي دي الوينج ليفت الجديد بتاع فريق الامل. قلت له وما وجهي العجب في هذا يا هذا؟ قال لي انت اصلك مش فاهم الموضوع، الست فاطمة دي تبقى هي تلميذة كابتن جابر الكوتش واللي هو ناقش لها رسالة الدكتوراه. قلت له هي كمان دكتورة؟ قال لي وفي الشعر كمان، وبعد ما منحها درجة الدكتوراه عمل لها حفلة صغنطوطة في بيته، وبعد الحفلة عينها معاه سكرتير التحرير في مجلة فصول، وبياخدها معاه في كل سفرياته، وآخر سفرية كانت معاه في المغرب، وانتهى بيها الأمر إلى أنها أصبحت عضوا فاعلا في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة. يعني أنت يا أبو النجوم ولو لا قدر الله اتعاملت مع هذه الدولة وحبيت بعد الشر بعد الشر تقدم على منحة تفرغ، ممكن ست الدكتورة تقول عليك للكوتش ده لا شاعر ولا دياوله وتفرمل لك الموضوع من أساسه. قلت له بسم الله ما شاء الله، دي تبقى المرأة الخارقة بقى. قال لي ولا تنسى الرجل الأخضر. قلت له اللي هو مين سعادتك؟ قال لي القط بسبس. قلت له مش فاهم. قال لي ولا أنا. قلت له انت فكرتني دلوقتي بانسان عزيز عليا قضى معايا 3 سنوات في معتقل القناطر، كان طبيب اسنان وكان الطبيب الخصوصي لاسره المشير عبد الحكيم عامر، ولما سقطت دوله المشير خدوه ضمن الاسلاب وشحنوه على المعتقل هيلا بيلا. كان راجل طيب جدا بيصلي وبيحل الكلمات المتقاطعه وبيلعب كوره، وكان يحمل ولاء الكلاب للمشير عامر باعتباره ولي نعمته. صحيح ما كانش له قضيه عامه، كل اللي كان قطع في قلبه ان الناس اللي صنعهم المشير هم اللي طعنوه من الخلف، ولما طولت حبسته واستغلق عليه الامر قام دماغه لسع وبقى ماشي يا ولده في المعتقل يردد جمله واحده، عرس اللي فاهم حاجه في البلد دي. وخرج المسكين من المعتقل الى الخنكه مباشره، فمعرفش دلوقتي هو فين اراضيه. ايه رايك بقى؟ فهمت حاجه في البلد دي؟ المقالة الثانية، لو عملت كده تاني أنا همشي. المثل بيقول اللي إيدك مش في قفصه ضربة تقطع نفسه، واللي إيدك مش في مقطفه عفريت يلهفه. وإن كان على الخنزير الصهيوني بنيامين نتنياهو أنا لا شايف له قفص ولا مقطف نمد إيدينا فيه. طب أمال إيه؟ هذا السفاح المغرور تمادى في العنجهية والعجرفة وقلة الحياة بشكل لا يمكن السكوت عليه، واحنا برضو ساكتين عشان ان شاء الله الله اعلم ورسوله تطول على رئيس مصر وقضاء مصر وشعب مصر وتاريخ مصر على اثر صدور حكم المحكمة العادل بإدانة الجاسوس الصهيوني القذر المدعو عزام عزام، وتوالت تصريحاته الاستفزازية وتصاعدت الى درجة الحمى والهزيان. مش كده وبس، ده احنا اكتشفنا من خلال التراشق بالتصريحات ان اجهزة الامن المصرية قبضت على جاسوس صهيوني قبل الجاسوس عزام عادته لاسرائيل السليمة المعافى. ويبدو ان عتات الاجرام والبلطجة وجدوا فريستهم في الاستاذ محمد بسيوني سفير مصر في اسرائيل، فحصروه بالاسئلة الاستفزازية والمحرجة، وطبيعي ان تأتي ردود السفير متمشية مع سياسة الدولة التي يمثلها لان دي وظيفته اللي بياكل منها عيش. والأستاذ محمد بسيوني لمن لا يعرفه هو مواطن مصري تشرف ذات يوم بارتداء زي ضابط في قواتنا المسلحة، وكان له أيضا شرف المشاركة في تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم أبان حرب أكتوبر سنة 1973 المجيد. ثم بعد ذلك كان عضوا في وفد مصر في مباحثات الكيلو 101 الشهيرة، وانتهى به المطاف سفيرا لمصر في تل أبيب. وفي احتفالات السفارة المصرية في تل أبيب منذ شهرين تسربت إلى الحفل ما تعرفش إزاي عاهرة صهيونية صنعت مفاجأة غير سارة للسيد السفير الذي استدعى في اليوم التالي للتحقيق معه، لأنه غرر بالعاهرة الصهيونية وسقاها حاجة أصفرة واغتصبها. في أوسخ ولا أسفل من كده؟ سعادتك هتقول لي لا طبعا، بس انا بقى هغيظ سعادتك واقول لك لا. فيه يوم الاربع اللي فات كان السيد بسيوني سفير مصر في تل ابيب ماشي بعربيته ما تعرف انه كان رايح ولا جاي، فطلعت عليه لجنه وقفته في الطريق ونزلوه من العربيه.
بعد ما فتشوه تفتيش ذاتي، وبعدين انضروا على العربية يفتشوها وسيادته واقف في الشارع. كام بقى؟ 4 ساعات. طبعا انت مش مصدق، حياتك ولا انا، لكن اهو ده اللي حصل ونقلته نشرات الاخبار بالعبرية فقط. ليه؟ الله اعلم. لكن احب اطمنك يا عزيزي المواطن المصري ان سفيرك ما سكتش على الاهانة الصهيونية اللي ضربت كل الاعراف والقوانين الدولية في مقتل، انما رد عليهم بمنتهى العنف والحسم. عارف قال لهم ايه؟ قال لهم مما معناه لو عملتوا كده تاني انا همشي. ايوه كتاب الله العزيز، هو ده اللي حصل من طقطق لسلامه عليكم. يعني لا هو فيلم هندي ولا مسلسل عربي ولا حتى حلم مزعج او كابوس، دي هي الحقيقة يا مصريين، حقيقة السلام اللي من طرف واحد. وزمان كانوا يقولولنا الحب من طرف واحد بيورث الجنون. ايه لسه ما اتجننتوش؟